أكد نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أن لاعب الوسط هنريك مخيتريان لن يكون ضمن التشكيلة التي ستخوض نهائي الدور الأوروبي ضد تشيلسي في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، وسيغيب مخيتريان عن النهائي بسبب الصراع الدائر بين أذربيجان وبلده أرمينيا. أشار إلى أن مخيتريان كانت له بصمة واضحة في وصول فريقي أرسنال إلى النهائي الأوروبي بسبب انسحاب نادي ليفربول الإنجليزي من صفقة ضم مدافع أياكس أمستردام ماتياس ديليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وسبب الانسحاب هو قيمة الصفقة المرتفعة، إذ يعتزم أياكس الحصول على 61 مليون جنيه استرليني من أجل السماح لديليخت بالرحيل، في حين لا يريد ليفربول إنفاق مبلغ كبير مجددا بعد تعاقده مع الحارس البرازيلي أليسون بيكير والمدافع فيرجيل فان أعلن عامين فالتر عام واحد بعد تايفون كوركوت الذي أقيل في أكتوبر وماركوس فيتسل الذي غادر النادي الشهر الماضي.